إذن السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مرة أخرى في درس جديد من دروس الاستماع والتحدث حكاية العصفور والحارق. إذن سنقوم في هذه الحصة باقتراح كلمات من معجم الحكاية، ثم نقوم بشرحها في جمل. إذن اخترت لكم هذه الكلمات الموجودة في الحكاية: كتيفة، حرا طليقا، مرفرفا، خجلتي، أنقد. إذن كتيفة نقوم باقتراحها في جملة: في الحديقة أعشاب كتيفة. في الحديقة أعشاب كتيفة. إذن ما معنى كتيفة؟ يعني أعشاب كثيرة، أعشاب متشابكة فيما بينها، أو أعشاب يعني متزاحمة، إلى غير ذلك من الكلمات التي تعبر عن معنى كتيفة: كتيفة، كثيرة، متزاحمة، متشابكة. ثم حرا طليقا، كل حيوان يحب أن يعيش حرا طليقا. كل حيوان يحب أن يعيش حرا طليقا. إذن الحرية تعرفونها. إذن أي حيوان لا يريد أن يبقى سجينا في القفص، يريد أن يعيش في الطبيعة، يفعل ما يريد. مرفرفا، رأيت علم بلادي مرفرفا. رأيت علم بلادي مرفرفا، يعني خافقا يتموج مع الريح. رأيت علم بلادي مرفرفا أعلى السارية مثلا. خجلت زينب من تصرفها. خجلت يعني استحيت وندمت على تصرفها. خجلت زينب من تصرفها. أنقذ الإطفائي الولد من الهاوية. أنقذ، ساعد الإطفائي الولد من الهاوية وأخرجه من الهاوية. إذن الآن ننتقل إلى جمل من الحكاية. إذا سنقترح بعض الجمل ونقوم بصياغة جمل أخرى مستعملين نفس الأسلوب. إذا لاحظوا هذه الجملة: العصفور نقل الماء بمنقاره الصغير. العصفور نقل الماء بمنقاره الصغير. إذا سنقترح جملة تشبه هذه الجملة. إذا المستعملين نفس الأسلوب. إذا سأقترح عليكم مثالا: الحداد ضرب الحديد بمطرقته الثقيلة. الحداد ضرب الحديد بمطرقته الثقيلة. أو مثلا: التلميذ لون رسومه بملوناته الجديدة. التلميذ لون رسومه بملوناته الجديدة. نعم، نمر إلى الجملة الثانية: هذه غابة كثيفة الأشجار. هذه غابة كثيفة الأشجار. نعم، إذن هذه الجملة: هذه قطة كثيفة الفرو. إذن كثيفة الفرو. أو: هذه دجاجة كثيفة الريش. أو: هذا عصفور جميل الريش. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. ما أجمل صوته العذب. ما أجمل صوته العذب. إذن هذه جملة نستعمل فيها أسلوب التعجب. أقترح عليكم جملة أخرى: ما أجمل دراجتك الجديدة. ما أجمل دراجتك الجديدة. ما أجمل مثلا هذه الهدية. ما أجمل لون هذا الفستان. إلى غير ذلك من الجمل الكثيرة. إذا المطلوب منكم أيها التلاميذ أن تقترحوا بعض الجمل مستعملين نفس هذه الأساليب، أسلوب التعجب، أو تبتدئون جملة باستعمال هذه، ثم تصوغون جملة أخرى مثل جملة العصفور نقل الماء بمنقاره الصغير. يعني تبتدئون بالاسم ثم تتممون الجملة. إذا الآن ننتقل إلى نشاط جديد، وهو أتمم الجمل. إذا سأقترح عليكم جمل ناقصة وتقومون بإتمامها: الطيور تغرد فوق أشجار الغابة. الطيور تغرد فوق أشجار الغابة. إذا ما هي الكلمة التي يمكن أن نضيفها لنتمم معنى الجملة؟ نعم،
الجميلة، الطيور الجميلة تغرد فوق أشجار الغابة. يمكن أن نعوض الجميلة بكلمة أخرى، الطيور المتوحشة مثلا، الطيور المتوحشة تغرد فوق أشجار الغابة. الطيور الرائعة تغرد فوق أشجار الغابة. إذن إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة التي يمكن أن نتمم بها معنى هذه الجملة. ننتقل إلى الجملة الثانية، الحيوانات تركت كوكو يطفئ حريق الغابة. الحيوانات تركت كوكو يطفئ حريق الغابة. نعم، ما هي الكلمة التي يمكن أن نتمم بها معنى الجملة؟ الخائفة. الحيوانات الخائفة تركت كوكو يطفئ حريق الغابة. الحيوانات الخائفة، إذا كانت الحيوانات خائفة يمكن أن نعوض الخائفة بكلمة أخرى، الهاربة مثلا. الحيوانات الهاربة تركت كوكو يطفئ حريق الغابة. الحيوانات المرعوبة تركت كوكو يطفئ حريق الغابة. إذا المرعوبة هي الخائفة، إلى غير ذلك من الكلمات. الغابة مفيدة لصحة الإنسان. هل تستطيعون أن تقترحوا كلمة؟ نعم، النظيفة. الغابة النظيفة مفيدة لصحة الإنسان. الغابة مثلا المورقة، يعني مليئة بالأشجار، مليئة بالأوراق. الغابة المورقة مفيدة لصحة الإنسان، إلى غير ذلك من ذلك. يمكن أن تفكروا وتقترحوا بعض الكلمات التي يمكن أن نضيفها لنتمم معنى هذه الجملة. وأخيرا كوكو عصفور. إذا هنا نحتاج إلى كلمتين، كوكو عصفور صغير وشجاع. نعم، صغير وشجاع. كوكو عصفور وفي وشجاع. كوكو عصفور بطل وشجاع. إذن هناك كلمات كثيرة يمكن أن تقترحوها لتتمم معنى الجملة. الجملة الأخيرة، الحيوانات أخمدت حريق الغابة. الحيوانات المتعاونة أخمدت حريق الغابة. الحيوانات البطلة أخمدت حريق الغابة. الحيوانات الشجاعة أخمدت حريق الغابة. إذن إلى غير ذلك. يمكن أن تقترحوا كلمات كثيرة تستطيعون بواسطتها أن تتمموا معنى هذه الجملة. إذن ننتقل إلى نشاط جديد، أتمم الجمل حسب الصيغة المطلوبة. نعم، كوكو سعيد في عشه. كوكو سعيد في عشه. ما أسعد كوكو. ما أسعد كوكو. إذن هذه الجملة يعني سبق لكم أن تعرفتم عليها. إذن هذه صيغة التعجب، جملة فيها صيغة التعجب. إذن نحول جملة عادي، يعني جملة عادية، إلى جملة فيها صيغة التعجب. كوكو سعيد في عشه. ما أسعد كوكو. الحيوانات خائفة. إذن هل تستطيعون أن تحولوا هذه الجملة إلى جملة تعجب؟ نعم، ما أخوف الحيوانات. ما أخوف الحيوانات. ثم الجملة الثالثة، الطيور جميلة. نعم، ما أجمل الطيور. إذا هذه الجمل نسميها صيغ للتعجب. إذا نحول جمل عادية، إذا جمل عادية لا توجد فيها أي صيغة، ليست جمل استفهام، ليست جمل أمر، نحولها إلى صيغ التعجب. ما أسعد كوكو. ما أخوف الحيوانات. ما أجمل الطيور. جيد، إذا الآن سننتقل إلى نشاط جديد وهو ترتيب الكلمات. إذا أقترح عليكم مجموعة من الكلمات غير مرتبة المبعثرة، ثم تقومون بترتيبها لتكونوا جملة. المتفتحة، الوردة، عاطرة. إذا هل تستطيعون أن ترتبوها وتكونوا جملة ذات معنى؟ نعم، الوردة المتفتحة عاطرة.
يعني زكية الرائحة. الجملة الثانية: الفضائي العصفور في يحلق المغرد. نعم، إذن العصفور المغرد يحلق في الفضاء. العصفور المغرد يحلق في الفضاء. الجملة الثالثة: إذن الكلمات المبعثرة: على حيوانات شجاعته كوكو الغابة كافأت. إذن سنرتبها ونكون جملة: كافأت حيوانات الغابة كوكو على شجاعته. كافأت حيوانات الغابة كوكو على شجاعته. نعم، جيد. إذن الآن سننتقل إلى نشاط آخر، أتمم الجمل حسب الصيغة المطلوبة. نعم، الجملة الأولى: الفيل ضخم. الصيغة المطلوبة هنا هي ما. نبدأ الجملة باستعمال ما. إذن الصيغة ستبدو واضحة الآن. إذن هي صيغة التعجب، صيغة التعجب التي هي نبتدئ فيها بحرف الميم، ما. إذن ماذا سنقول؟ ما أضخم الفيل. صحيح، ما أضخم الفيل. الفيل ضخم، ما أضخم الفيل. الجملة الثانية: كوكو شجاع. كوكو شجاع. نعم، ماذا سنقول؟ ما أشجع كوكو. ما أشجع كوكو. الجملة الثالثة: الحريق شديد. نعم، ما أشد الحريق. ما أشد الحريق. الغابة رائعة. ما أروع الغابة. ما أروع الغابة. الحيوانات كثيرة. ما أكثر الحيوانات. ما أكثر الحيوانات. صحيح. إذن شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.